السلام عليكم، أنا دكتور محمد البسيوني، أخصائي علاج الأورام في مستشفى الإمارات. النهاردة حابب أكلمكم عن الكشف المبكر للأورام. النهاردة هنجاوب على 3 أسئلة مهمين جدا. أول سؤال، إيه هي أهمية الكشف المبكر للأورام؟ وهل هو فعلا بيفرق إن أنا أشخص الورم في المراحل الأولى عن إن أنا أشخصه في المراحل المتأخرة؟ أيوة فعلا يفرق كتير إن أنا أشخص الورم في المراحل الأولى عن المراحل المتأخرة. يفرق في إيه؟ في أول حاجة في نسبة الشفاء. لو بصينا على أورام زي أورام الثدي مثلا، لو أنا تشخصت الورم في مرحلة أولى نسبة الشفاء بتصل ل90%. أورام تانية زي أورام الخصية لو شخصتها في المرحلة الأولى نسبة الشفاء بتوصل ل99%. على عكس لو أنا شخصت الأورام في مرحلة متأخرة نسبة الشفاء لا تتعدى من 5-10%. الفايدة التانية للكشف المبكر للأورام هي انخفاض نسبة الوفيات بنسبة 20%، ودي نسبة كبيرة جدا. مش بس كده، كمان الجراحة بتبقى أسهل إن أنا أستأصل جزء من العضو المصاب عن إن أنا أعمل إزالة للعضو الكامل. السؤال التاني هو مين الشخص اللي لازم يعمل كشف مبكر للأورام؟ النوع الأول حسب عمر حضرتك قد إيه؟ بمعنى إن منظمة الصحة العالمية والاتحاد الأوروبي لعلاج الأورام والاتحاد الأمريكي لعلاج الأورام أقروا برنامج للكشف المبكر عن الأورام حسب المرحلة العمرية. بمعنى لو حضرتك وصلت لسن 40 سنة يبقى حضرتك لازم كل سنة تعملي فحص مبكر لأورام الثدي. لو حضرتك وصلت لسن 50 سنة يبقى حضرتك لازم تعمل كل سنة كشف مبكر لأورام البروستاتا. تاني شخص محتاج يعمل كشف مبكر عن الأورام معانا هو الشخص اللي عنده عوامل مساعدة للأورام، وأشهر مثال ليها هو التدخين. الشباب اللي بيدخن، الناس اللي بتدخن لازم يبدأ يعمل فحص مبكر لأورام الرئة كل سنة في أي وقت مدام أنت بدأت تدخين. الشخص الثالث معانا اللي محتاج يعمل كشف مبكر للأورام هو اللي عنده تاريخ مرضي في العيلة، يعني في عائلات بيبقى فيها انتشار أورام الثدي كتير يبقى ده محتاج تتابع أورام الثدي. في عائلات تانية بيبقى فيها انتشار لأورام القولون يبقى محتاجين نتابع لأورام القولون. الشخص الرابع معانا هو الشخص اللي كان عنده تاريخ مرضي بنفسه، كان عنده أورام في الثدي وتم الشفاء الحمد لله، يبقى محتاجة إن هي تعمل فحص دوري مستمر. الناس اللي كان عندها أورام في القولون وتم الشفاء يبقى محتاجة تعمل فحص دوري مستمر. يبقى هما دول الأربع أشخاص اللي محتاجين يبدأوا معانا. السؤال الثالث المهم، أنا طلعت واحد من الأربع أشخاص دول، أبدأ إزاي وأعمل كشف مبكر إزاي للأورام؟ الحقيقة إن الكشف المبكر للأورام بيبدأ من نفسك. أنت المفروض بتفحص نفسك، بتصاحب جسمك، بتبقى عارف جسمك شكله عامل ازاي، ايه التغيرات اللي بتحصل فيه، هل في غدد لمفاوية جديدة ظهرت في جسمك. واشهر مثال للفحص المبكر للشخص بنفسه هو مثال اورام الثدي. لما بننصح السيدات بعد انتهاء الدورة الشهرية كل شهر لازم تفحصي نفسك بشكل معين، وبنعلمهم ازاي كده. طب انا اكتشفت حاجة او انا مش عارف اعمل الفحص ده، يبقى الخطوة التانية ان انا اتجه لطبيب الاورام مباشرة. طبيب الأورام بيجمع كل المعلومات اللي احنا اتكلمنا عنها، بيشوف التاريخ المرضي ليك، التاريخ المرضي للعيلة، بيشوف العوامل المساعدة، بيشوف عمر حضرتك قد ايه، وعلى أساسه بيقول لك انت اكتر عرضة للمرض الفلاني او للورم الفلاني. الإجراءات بتبقى بسيطة جدا، ممكن تبقى بتحليل دم، ممكن تبقى بأشعة بسيطة جدا، إجراءات بسيطة وغير معقدة ولكن بتحمينا وبتحمي عائلتنا من كل شر. دمتم بخير وسعادة ونشوفكم على خير ان شاء الله.